هنا الطاسه سخنت مني، ابدا اعمل ايه؟ انزل عندي بسنه زيت حلوه كده واشوف اخبار مايكل ايه. يا مايكل مساء الخير. صباح الفل يا مايكل باشا. صباح الفل، ازيك يا سهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ كله تمام، كل سنه وانت طيب. انت اللي كل سنه وانت طيب وبصحه وسلامه يا رب. خليك ويعود عليك الايام يا رب، الحاجات الجميله اللي بتعملها لنا دايما باستمرار. ويعود عليك الايام يا رب انت والاسره الكريمه، وعيد سعيد على حضراتكم وموسم جميل يا رب. يا رب يخليك. الله يخليك يا رب يخليك. انا عايز اشكرك بصفه خاصه على حاجه معينه كده، لفته جميله حضرتك عاملها بصراحه. اتفضل يا فندم. يا رب يخليك. يعني انا طبعا حضرتك من السنتين اللي فاتوا يعني قبل العيد بتاعنا، وتجيب ضيفات مسيحيات يعملوا اكل للافطار بتاعنا والكلام ده. ايوه بصراحه لفته جميله جميله، ودايما انت انسان لطيف يعني. لا هقول لحضرتك حاجه بس بعملها. هو ده انا مش بعمله واجب مني ولا حاجه لفته حلوه مني، ده واجب، ده اصول، ده طبيعي، كلنا واحد، وده برنامج حضراتكم جميعا بكل الاعمار والطائفات والدينات كله بينورنا، ده برنامج حضراتكم، فمش مجامله مني خالص صدقني. كلك محبه يا شيخ. ربنا يا رب دي المحبه. تسلم، ربنا يخليك، بشكرك جدا. الله يخليك يا مايكل وتسلم. طب طمني بقى عليك قبل ما تقفل، اخبارك ايه في الطبخ يا مايكل؟ الحمد لله في نعمه. نعم. بتاكل يعني ولا بتطبخ؟ نعم بتاكل ولا بتطبخ؟ لا باكل بس كده. باكل كويس دايما. بالهنا والشفا حبيبي، بالهنا والشفا. بطبخ بصراحه. تعيش يا مايكل، وتحياتنا للاسره الكريمه حبيبي. شكرا يا رب خليك. شكرا، كل سنه وانت طيب مره ثانيه يا حبيبي، ربنا يعزك. شكرا يا مايكل. صدقوني يا جماعه الحاجات دي ما فيهاش مجاملات، ما ينفعش الواحد يبقى واخدها ان هو بيعمل خالص. هشوح بقى الفراخ بقى، بص المنظر هنا عامل ازاي. بشوح الفراخ بتاعتي الاول بحبه فلفل اسود وحبه بابريكا وحبه ملح، فصنتهم في النص كده يدوا نفس حلو، والبابريكا وظيفتها بتخلي الحاجه وكاني شويها على الشوايه. فص الثوم، بص المنظر عامل ازاي، فص الثوم بيدي ريحه حلوه. اجي بقى هنا اروح جايب عود زعتر حلو الاول وانزل بيه، يقوم معلي معايا الريحه برضو اهو كده. انا بطرقع الزعتر ده في النص، يقوم يعلي معايا التست كويس جدا ويدي نفس حلو، وده المطلوب. اول ما احس ان خلاص خدت الالوان اللي انا عايزها وتمام التمام، تقلبتين حلوين كمان، ابص كده اشوف اخبار حاجتي ايه. بسم الله، الله على الالوان الجميله. طيب احاول بقى اجيب عندي بصلايه حلوه اكرملها مع الثوم الحلو ده. يعني ايه يا شيف تكرملها؟ خليها تتحرق شويه عشان لما اجي اعمل بص انا بعمل الحركه دي عشان بقفل المسامات دي برضو اهي، يعني بعمل كده عشان اعمل القفله دي اهي. باجي اعمل كده اهو، شايفين الحته دي؟ بيبقى شويه لسه ما استوتش، بروح اعملها كده وقافلها برده معاهم، فبتديني برده ايه التصوير اللي عايزه. البصله بتاعتي قبل ما تتحرق هروح اعمل اجاب عندي، عفوا التوميه بتاعتي قبل ما تتحرق هجيب عندي بصلايه على طول ونازل بيها جنبهم كده اهو. هنا احنا بنأسس بقى طاجن حلو. لو عايزين نخليه سبايسي في ايدينا طبعا قرنين فلفل من الحلوين دول اهم ينزلوا معايا، وابدا اسيب حاجتي شويه كده مع بعضيها، يعني ايه خمسه كمان تتبخر. يعني ايه تتبخر؟ يعني ميه البصل، البصل ده هجيب ميه، فميته بدل ما تطلع بره لا تبدا تجيب لي بقى ايه حبه ميه حلوين، يبقى جوز شويه اسوي حاجتي. بعديها مرقه تستوي كل حاجه، ولكن تعال نشوف هنحط معاها ايه كمان. احط عندي باذن الله عندي كمان قرن فلفل احمر رومي، فلفل اخضر، عندي طماطمايه برده متقطعه بدون بذر عشان ما تتطبخش قوي وتتسبك قوي او تروح في حته ثانيه، عندي حبه كرفس هشتغل بيهم برضو، عندي كمان توم شرائح، يعني بحاول ادلعها على قد ما اقدر بالمعقول او باللي موجود قدامي. روق مكاننا ونخش نقفلها على طول عشان نبقى ظبطنا كل حاجه. هنا زي ما قلت بص الميه اللي قلت عليها دي بقى اهي، التبخير اهي جابت الميه دي، هو ده اللي انا عايزه. هبص بص على حاجتي، بص بقى البصلية بقت عامله ازاي، واجي ابص على الفراخ عندي، بص راحت لحد فين، الوانها بقت عامله ازاي، كله قدام حضراتكم بمنتهى البساطة، وأقلبهم مع بعض بقى. الله شكلهم يفتح النفس قبل ما طبخناهم أهو. حاجتي كلها زي ما حضراتكم بكل بساطة. أجي أروح ضايف عندي بقى الخضار بتاع الزيادة، فلفل الأخضر، الفلفل الأحمر كده أهو تمام، وأحط عندي حبة كرفس. الكرفس ده يا جماعة مفيد جدا جدا جدا، وتوم شرايح في النص كمان، والطماطم كمان بالمره يلا عشان تتست معايا كويس. لحد كده احنا زي الفل. اه زي الفل. طب وبعدين يا شيف هتعمل ايه؟ والله حطينا فلفل حار خلاص، بلاش نحط تاني فلفل. وعايز كمان اعمل حاجه حلوه اخلي حاجه تتسبك كويس. ازاي؟
وحبة مرقة حلوين، وروح مظبط لوشين كده أو مغرفتين، يقوموا واخدين تسوية الفراخ في الحتة المظبوطة. بسم الله. ادي واحد، ادي اتنين، مغرفتين حلوين كده اهو، وابدأ ابهر لو حابب. انا شايف ان ممكن ازود كمان حبة فلفل اسود حلوين، واظبط حبة بهارات حلوين برضو يعلوا معايا التست. مها هانم، حاضر يا مها. طيب ملك هانم يا ملوكة. الو. الو. اهلا اهلا وسهلا، ازيك يا ملوكة؟ انا ازيك يا شيف علاء، اخبارك ايه؟ حلوة، عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام. ايه الاخبار؟ كويس، تحت امرك امر. انا كنت عايزه اشترك في مسابقه اصغر شيف. يا سلام، عينينا الاثنين. بس انت عارفه ان اصغر شيف خلص، فاحنا يعني لما تبدا المسابقه. لا، ما البرنامج اصغر شيف هو خلاص خلص، عملنا موسمين وخلص. اما اللي موجود دلوقتي هو برنامج احلى اكله، برضو في مسابقه اطفال. ما انا عايزه اخش بقى فيه. في احلى اكله ولا اصغر شيف؟ البرنامج. ماشي كده، يبقى احلى اكله ده اللي موجود دلوقتي، ولو اصغر شيف اتعمل تاني اكيد حضرتك تعرفه، ولكن تعالي نسجل بياناتنا دلوقتي في مسابقه الاطفال اللي موجوده في احلى اكله. اوكي؟ ماشي. ماشي الكلام، يلا حالا سجلي بياناتك وان شاء الله في انتظارك في اقرب حلقه. حاضر. عندي الفراخ بتاخد تسويه، زي حضراتكم شايفين، بص المنظر عامل ازاي. هديها تقريبا بالمره قبل ما نطلع الفاصل، بحيث الحاجات تبقى واضحه قدام حضراتكم اهو. عايز احطها في طاجن، ماشي. عايز اسيبها زي ما هي كده برده، ماشي. في ايدينا اهو، اسيبها كده في وسط مرقتها تستوي وتظبط امورها وتاخد وقتها وتعيش حياتها. تعال نطلع بالفراخ ونشوف اخبارها ايه، ونشوف اخبار المسقعه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاجن بيقول لي متشكرين جدا لحضرتك، يعني ظبطتنا وسوتنا وروقتنا، واخر بيقول لي اهو الحال. نشوف ايه الاخبار ونبص كده جوه كل حاجه. فاكرين الفراخ دي لما شويناها وادينا لها بابريكا وادينا لها حبه بهارات حلوين وشوحناها، بص التسويه عامله ازاي من حبه المرقه اللي كانوا معاها. الخضار بتاعنا باين جدا. فاكرين البصله اللي حطيناها في الاول مع الفلفل مع الثوم؟ شوفوا الميه او المرقه بتاعتها عامله ازاي، منها فيها قرن الفلفل ده، خدوا بالكم منه لان مستخبي وعامل نومي، بس هو فلفل حار اهو. تسويه الفراخ يعني اهي باينه جدا، بص التسويه عامله ازاي. اكيد الفراخ عارف انا بتكلم في ايه، والصوص شكله يفتح النفس بالهنا والشفا لحضراتكم. ممكن نديله بس ايه حاجه خضره كده لطيفه، لو حبينا ما حبيناش ممكن ملوش لازمه.